بزاف رجع بي الى مجموعه من المحطات في النقاش البرلماني التي كانت في بعض الاحيان محتدمه لكنها كانت مفيده جدا وغنيه. دور الطلبه والباحثين الى الرجوع المحاضر ديال الاشتغال ديال اساس لجنه العدل والتشريع في عدد من القوانين التي تشكل بالنسبه لي زخما مهما ومعرفيا في هذا المستوى ديال حقوق الانسان. طبعا انا الكتاب بالنسبه لي في البدايه لابد ان احدد بانه يشكل اهميه كبرى من خمسه جوانب او اعتبارات اساسيه. الاعتبار الاول هو ان موضوع الفراسه الذي تقدم به الاستاذ الحنوشي في الكتاب هو موضوع مهم لانه يدرسوا العلاقه بين المؤسسه البرلمانيه وحقوق الانسان، على اعتبار ان المؤسسه ديال البرلمان هي تشكل جوهر وعمق مفهوم التمثيليه، ولكن في نفس الوقت هي من المفروض ان تقوم بدور المدافع عن الحقوق والحريات، وبالتالي البرلمان يقوم بدور الرقابي في الشق المرتبط بالحقوق والحريات كما سرده الاستاذ عبد الرزاق النوشي في عدد من الامثله المرتبطه بعدد الاسئله الرقابيه على فعل الحكومه. فبالتالي الدور المفترض للبرلمان هو يتجلى في حماية حقوق الإنسان واتخاذ كافة المبادرات التي تتيحها الوثيقة الدستورية والأنظمة الداخلية للمجلسين لتصدي انتهاكات حقوق الإنسان. هذا الاعتبار الأول. الاعتبار الثاني لأهمية هذا الكتاب هو مرتبط بصاحب الكتاب سعد الرزاق الحنوشي. سعد الرزاق الحنوشي هو يجمع بين الخبرة البرلمانية لأنه إطار بمجلس النواب، وفي نفس الوقت كان لمدة طويلة رئيسا لديوان سيد رئيس مجلس الوطني حقوق الإنسان سابقا المجلس الاستشاري، وبالتالي راكم خبرة حقوقية ميدانية بالإضافة إلى الخبرة المعرفية، وهذا أمر قلما يجتمع في باحث يراكم الخبرة المعرفية والميدانية، خاصة أن منظومة حقوق الإنسان هي منظومة متحولة وسريعة، عدد كبير من القرارات تصدر إذا لم تكن متابعة بالشكل الجيد وممارس في الميدان يصعب عليك أن تضبط هذه سرعة التفاعل ديال المنظومة الأممية. لابد من التنويه بالكتاب لفرادته وتفرده وغوصه في ثنايا موضوع غير مطروق بنفس الدقة وبنفس الحجية، حيث طوق الكاتب نفسه بمنهجية صارمة. يعكس هذا الكتاب الانشغالات المعرفية للكاتب بقضايا التشريع ومختلف الآليات الرقابية التي توفر عليها البرلمان، وله كثير من الدراسات والأبحاث والمساهمات على هذا المستوى، وأيضا انشغالات معرفية تهم منظومة حقوق الإنسان، وله أيضا دراسات وأبحاث ومساهمات، أقول انشغالات معرفية لأنها أتت كثمرة سنين طويلة من العمل الميداني في المجالين معا، أي البرلمان وحقوق الإنسان. هذا العمل الميداني المباشر كان يتطلب من الكاتب مواكبته بالتفكير والنقد والمتابعة المعرفية لكل ما ينتج في المجالين، يعني البرلمان وحقوق الإنسان. استثمر الكاتب، وهو بالمناسبة قارئ حصيف ذكي في التعامل مع الأحداث والوقائع، استثمر الكاتب هذا التفاعل مع الفاعلين في المجالين، يعني السياسيين المنتخبين وخبراء ومدافعين عن حقوق الإنسان، بحيث عادة ما تمنح الاختلافات التي تعرفها طبيعة تكوينهم ومساراتهم العلمية والثقافية وخلفياتهم الأيديولوجية وتوجهاتهم السياسية، كل ذلك يمنح غنى في الرؤى والمقاربات. وقد استفاد عبد الرزاق الحنوشي كثيرا من هذا التفاعل، وترتب عنه قدرة لدى الكاتب للتطرق لكل القضايا بمقاربة تتشبث إلى أقصى حد بالأمانة العلمية والموضوعية الصارمة، موضوعية مع الذات والموضوعية مع الموضوع، الموضوعية بكل ما تعنيه من إقصاء للتحيزات الشخصية والابتعاد عن التفاعل العاطفي ووضع مسافة مع الالتزامات المسبقة سياسية أو فكرية أو إيديولوجية، إلى حد أن الذي يعرفه الحنوشي لا يعرفه بانتمائه السياسي وبخلفيته الفكرية والإيديولوجية، يعني في جميع المساهمات اللي ساهم فيها كيخفي هذا الجانب، وكيكون عبد الرزاق الموضوعي صارم في هذا المجال.
وكنشكر الصديقات والاصدقاء اللي شرفونا بالحضور ديالهم في هذا اللقاء الحميمي. كما قال جمال، يعني كثير من الوجوه اللي حاضره والكثير منها اللي يعني جمعتني بهم يعني علاقات اولا انسانيه وعلاقات الصداقه، ولكن ايضا علاقات مهنيه في محطات مختلفه من العمل ديالي، وايضا بعض منهم كذلك جمعتني معهم يعني كنسميوها الاهتمامات والانشغالات يعني النضاليه المشتركه في المجال الجمعوي والحقوقي. فشكرا جزيلا لكل الصديقات والاصدقاء على تلبيه الدعوه والحضور في هذه الكونسيه. كنعتذر كذلك باسمي وباسم المنظمين على الديكالاج اللي وقع ما بين التنظيم اللي كان مقرر البارح ولا اليوم. لا شك انكم اكتشفتوا الاسباب من خلال المقابلة البارح ديال المنتخب المغربي، فكان صعيب اننا نشوشوا على الفرحة اللي كانت منتظرة بالنسبة للأمس. قلت الحقيقة ملي كنشكر بزاف الصديق والأخ العزيز يوسف غلقات، ونشكر هذيك الصديقة العزيزة والأستاذة المقتدرة روتينا قرروا على مداخلات ديالهم بجوج.